للمرة الأولى تصوير حطام سفينة التايتانيك بدقة عالية. قامت شركة رحلات الغوص أوشن جيت إكسبيديشن بنشر فيديو على مستوى مذهل من التفاصيل والألوان التي لم ترها العين البشرية لسفينة تايتانيك منذ عام 1912، عندما انكسرت السفينة إلى قسمين وغرقت إلى 12500 قدم تحت سطح المحيط الأطلسي منذ أكثر من 110 سنوات. قام الفريق بتصوير السفينة التاريخية بأعلى دقة وفيديو حتى الآن بعرض 8000 بيكسل تقريبا، مما يسمح لهم بتكبير مناطق محددة دون فقدان جودة الصورة ويوفر أوضح الصور حتى الآن، مما سمح لهم برؤية تفاصيل لم يسبق لهم رؤيتها من قبل، مثل جملة نو هانلي أند سانس ليميتد المحفورة على مرساة الميناء. هذه هي الرحلة الاستكشافية السنوية الثانية لأوشن جيت إكسبيديشن إلى تايتانيك، والتي تنقل المتخصصين مع الباحثين إلى السفينة الضخمة، حيث تم تنفيذ رحلة تايتانيك خلال مهمة استمرت 8 أيام. قال ستوكتو كراش رئيس أوشن جيت إكسبيديشن في بيان: التفاصيل المذهلة في لقطات 8K ستساعد فريقنا من العلماء وعلماء الآثار البحرية على تمييز اضمحلال تايتانيك بشكل أكثر دقة عندما نلتقط لقطات جديدة في عام 2023 وما بعده. بدأ المواطنون المستكشفون أو المتخصصون في المهمة مغامرتهم بالإبحار على متن سفينة استكشافية من سانت جون في نيوفاوندلاند كندا إلى موقع حطام تايتانيك الذي يقع على بعد 370 ميلا. ثم استخدمت أوشن جيت إكسبيديشن غطيسة مكونة من 5 أفراد من ألياف الكربون والتيتانيوم من فئة سايكلوبس لنقل علماء الآثار والعملاء إلى الحطام، حيث تحمل المركبة ما يصل إلى 3 متخصصين في المهمة في كل غطسة، وتستمر من 8 إلى 10 ساعات. تم تجهيز الغواصة تايتان بأحدث تقنيات الكاميرا لالتقاط صور عالية الدقة من شأنها أن تساعد في تحديد معدل تحلل الحطام وتقيم الحياة البحرية التي تسكن الحطام. وقال بي اتش نرجلت قائد الغواصة المخضرم في وقت لاحق من الفيديو: ترى 3 هياكل مستديرة على طول الجزء الداخلي من الصور. هذه هي رؤوس الخيول الثلاثية التي تم استخدامها لتغذية حبال الإرساء إلى الأعمدة على الشاطئ لتأمين السفينة إلى الرصيف عندما كانت تايتانيك في الميناء. وخلال الرحلة اكتشف الغواصون الهيكل رقم 1 وحاملة البضائع رقم 1.